السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عين دفلة لنعرفكم على حمام ريغة، وهذا حمام حموي من أقدم الحمامات في الجزائر ومن أشهرها. إذن حمام ريغة اللي يقع في دائرة 5 مليانة واللي تم تجديده مؤخرا. إذن بدون إطالة نخليكم تتعرفوا على هذا الحمام الرائع بين الجبال والوديان لمنطقة 5 مليانة. أترككم تتابعون الفيديو والسلام عليكم. نسيج طبيعي ولوحة فنية بجمالها تمنح الراحة لكل زائر حتى قبل دخول المركب الحموي. بلاصة شابة والكالم بزاف، تحس روحك كي في دارك ولا أكثر كاع بيان. وش حسن نقول، حاجة مليحة فيها خطط يديرونا لي سواغي اون فامي، يخرجوا ولادك يلعبوا ما تخافيش عليهم، ما كاش حاجة زعما سيكوريتي بيان. كثير من العائلات هنا تاع المواطنين هذه وين يجوا باش يقضوا نهاية الأسبوع، يجيبوا الأولاد تاعهم ويجيبوا العائلات تاعهم ويقضوا يعني أوقات ممتعة وممتعة جدا، لأنه المنطقة جميلة، منطقة سياحية بامتياز. فضاءات يتوفر عليها حمام ريغة تجمع بين العلاج، المتعة والترفيه، خاصة أيام العطل يتوفر للزائر برامج ونشاطات متنوعة. القرية السياحية حمام ريغة هي واحدة من وحدات المركب الحموي حمام ريغة، تتكون من 98 بنغالو ذات جودة، فيها فضاءات ترفيهية للأطفال، فيها ملعبين لكرة القدم، فيها مطاعم على الهواء الطلق، وكذلك مقاهي. مركب يكمل جمال وروعة المكان بنشاطات مختلفة يستقبل بها ضيوفه.